السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة رودينا محمد محمد عبد العال. أنا دلوقتي هشرح لكم إزاي ننشئ جدول من إكسل أونلاين. تمام، أول حاجة أنا بحثت على جوجل كروم excel.com. تمام، وجاب لي كده، اخترت أول اختيار فجاب لي كده، فأنا مسجلة دخول قبل كده، فهدوس على الكلمة اللي تحت دي على الويب إكسل. تمام، علشان اللي هي بالأزرق دي علشان أنا مسجلة دخول. اهي تمام، هو كده فتح لي. بعد كده أنا هدوس إصدار الموقع الإلكتروني. هو كده بيحمل. تمام، اهو بدأ يحمل. بعد كده انا هدوس مصنف جديد فارغ. تمام، طالما هعمل مصنف جديد فارغ يبقى لازم اعمل تسجيل دخول علشان انشئ مصنف جديد فارغ، فانا هسجل دخول. تمام، وارجع له. طيب انا كده سجلت دخول وهو لسه بيحمل. طبعا انا قلبي كمبيوتر. تمام، اهو اكبر لكم شويه. اهو كده نكون انشانا اهو جدول في اكسل اونلاين.